وقضية الإمامة في الإسلام من القضايا الكبرى العظيمة، ولذلك صنف فيها العلماء مصنفات مستقلة بيّنوا فيها شروط الإمامة وواجبات الإمام، وكان التفصيل العظيم منهم بياناً لأهمية هذا الأمر في حياة المسلمين. فمن شروط الإمامة أن يكون مسلماً، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وثانياً البلوغ، فإذا كان في ولاية المال لا يجوز أن يكون سفيهاً، فما بالك إذن في الولاية العظمى. وثالثاً العقل، وهو ما يحتاجه في تصريف الأمور. ورابعاً الحرية. وخامساً الذكورة. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن فارساً ملك ابنة كسرى: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ومعلوم أن إمامة المسلمين تقتضي الدخول في المحافل ومخالطة الرجال وقيادة الجيوش ونحو ذلك، وهذا أمر محظور على من قال الله لهن وقرن في بيوتكن. سادساً العلم، فهذا العلم الشرعي الذي يبين له ما يأتي وما يذر. وسابعاً العدالة، وهي اجتناب الكبائر والصغائر والتعفف عن الخوارم التي تخرم المروءة. وثامناً الكفاءة النفسية بأن يكون شجاعاً جريئاً جسوراً بحكمة وعدم تهور. وتاسعاً كفاءة الجسم وسلامة الأعضاء. وعاشراً عدم الحرص. وهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في كمال الرأي في قريش، فكان عليه الصلاة والسلام يبين هذه الشروط التي تجعل الإمامة في أتم أحوالها. وإذا نقص عن ذلك شرط فإن من تغلب يحكم شرع الله، فعلى المسلمين طاعته كائنا من كان. وهذا معنى الحديث: ولو تأمر عليكم عبد حبشي. فأما واجباته فإقامة الدين وحفظه، وتنفيذ الأحكام، وإقامة الحدود، وتحصين الثغور، وقسمة الغنائم، وتنظيم موارد بيت المال، والإحاطة بالأخبار، ومراجعة العلماء، وكذلك رعاية مصالح المسلمين، والتيقظ للفتنة، وتزويج الصغار الذين لا أولياء لهم، والجهاد بعد الدعوة، وجباية الفيء والصدقات، ومحاسبة العمال، وجباية الزكاة وقسمتها، وتقدير العطايا، ورعاية أهل الذمة، لأن بينهم وبين المسلمين عقداً، وكذلك الإصلاح بين الرعية، وإكرام وجوه الناس، والعدل في قسمة الأموال بينهم. وحكمة طاعة أولياء الأمور واضحة جداً. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله مع قيامه بأمر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ينكر الخروج إنكارا شديدا. فقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله في أمر كان حدث ببغداد وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت: والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، يعني صارت الطرق غير آمنة. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. وقال الإمام الطرطوشي رحمه الله: إذا استقامت لكم أمور السلطان فأكثروا حمد الله تعالى وشكره، وإن جاءكم منه ما تكرهون وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم، يعني قولوا: هذا بسببنا ومن أنفسنا وما جنته أيدينا. قال: وجهوه إلى ما تستوجبونه بذنوبكم،
وتستحقونه بآثامكم، وأقيموا عذر السلطان لانتشار الأمور عليه وكثرة ما يكابده من ضبط جوانب المملكة واستئلاف الأعداء وإرضاء الأولياء وقلة الناصح وكثرة التدليس والطمع. قال ذلك في كتابه سراج الملوك رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: ولم يدري هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. فهذه عبارة ذهبية عظيمة، فانظر إليه رحمه الله يقول: لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. وهذا كله يؤكد أهمية الوفاء بهذه البيعة وعدم الخروج عن السلطان وعن الإمام، فإن اجتماع المسلمين فيه خير عظيم. ولذلك كان له من الحقوق على الرعية بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً في كل ما يأمر به إلا أن يكون معصية، لقوله عليه الصلاة والسلام: السمع والطاعة على المسلم فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية. ثانياً بذل النصيحة له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك إعانته على ما تحمل من الأعباء وإعلامه بسيرة عماله. وأيضاً فإن التعاون على البر والتقوى ولا شك يشمل هذا، فلو لم يدخل فيه لكان شذوذاً عظيماً. وأيضاً فإن اقتصاد المسلمين يا عباد الله أمر تجب رعايته، ولما للنفط اليوم من أثر كبير في حياة الناس، فهو شريان الحياة ومصدر رزق عظيم للمسلمين. ولا شك أن تفجير المنشآت النفطية وضرب المطارات والموانئ إنه فساد عظيم في الأرض، لما ينشأ عليه من إهدار هذه الثروة ومن إضعاف المسلمين، ولما ينشأ عليه أيضاً من التبديد ومن حرمان الناس من مصادر الكسب ومن إفساد هذه المصادر عليهم. وهذا النفط قوة أساسية عالمية اليوم تتحرك به الآلات، وبسببه نهضة كبيرة عمت العالم، وغيابه كما يقول الخبراء سيعيد هذه المدنية إلى الوراء قروناً. ولا شك أن استهداف المنشآت النفطية في بلاد الحرمين منكر عظيم وفساد في الأرض، ولا يمكن لعاقل أن يقول بخلاف ذلك، وخصوصاً أن تأثير تفجير هذه المنشآت يصل إلى الناس في عقر دارهم، فإن حولها من الأبنية والمدن وأحياء المسلمين والنفوس المسلمة الآمنة المعصومة مئات الآلاف من الناس. وقد قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحافظ الأمة على ثرواتها، وقال: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الفقهاء: إن الكلأ والماء والنار الواردة في هذا الحديث ليست مقصودة فقط بأعيانها، وإنما ما تمثله من ضروريات الحياة، فقاسوا عليها النفط أيضا. هذا من القديم، فذكره الشافعي رحمه الله، قال: النفط والقار والحجارة الظاهرة، وذكر أمثلة أخرى. فهذا النفط كثروة معروف عند فقهاء المسلمين من القديم، ولا شك أن استهداف منشآته هو فساد في الأرض وسعي فيها بالخراب، والله لا يحب الفساد.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا أمننا وإيماننا، وأن يرزقنا طاعته وعبادته، وأن يجعل ما أتانا عونا على طاعته، ونسأله أن يحفظ بلادنا بحفظه وبلاد المسلمين، وأن يجعلها آمنة مطمئنة رخاء سخاء، ونسأله تعالى أن يوسع لنا في أرزاقنا، وأن يبارك لنا فيما آتانا، ونسأله أن يرزقنا السعادة في الدارين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو